runtiina waxa ku soo dadaalay waa hooyo hooyadeed waaye aniga magac un baan iska haystaa nin socod badan oo iska shaqaysta oo ganacsi iyo waxaas howlahaas ku jira ahaa laakiin waxa gacanta qabtay iyadoo yar oo 4 sano jirta Muscab bin Cumeyr keenay ku dadaalay intaas la soo ekeysiiyey waa hooyo marka halkan waxaan idinka codsanayaa inaad u ducaysaan أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الله العظيم ما شاء الله عايز لك تمشيوتنا سؤالها منى ما يقص سؤال حق اللي قويتي إن شاء الله كان سؤال محال ليش محال صدح الوقت ثاني رجوع ما رأيك حقيقة منى بارك الله فيها أنا هديتها تحكيم فيها وحان سي اي نمبر 1 شكرا نمبر 7 ما هذه البنت نمبر 1 وي بارك الله فيها تستحق اني نقطة مفخرة لأهل الصومال كلهم جميعا وخاصة لأهل نيروبي دخل نيروبي ما تمت عالم واحد إلا ترتمي يا مجرو بعد منى ما في أحد يسابقكم الله أكبر جزا الله خيرا وبارك في عمرها قرآنك كل يوم يا مسيح شكون نوالدك شكون نوالدك شكون نوالدك نعم والله نصيحتي لك إلهي موهبك فيه قرآنك سوى ان شاء الله قراءتكم ما قدرت هدا بالاوراق ان شاء الله والله ان شاء الله ان شاء الله يكون لنا نصيب في تعليمنا للقراءات ان شاء الله باذن الله بارك الله فيك يا منى جزاك الله خير فتح الله عليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Mucaad bin Jabal madrasada Mucaad bin Jabal iyo mash bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaah ilaahay ya mahadle maanta na kulansiiyay dhammaanteen inaan kulankan khayrka iyo sharafta leh
قلن جبينتا عرضيدا يقصو soo qayb galka shaakhin waan in badan ka daawanay aan tiviyadka aan maanta nasiib u helay inaan hortiis istaago aan iyo mashayikhda la socota barakallahu fiikum aan ugu faraxsanahay ilaahay ha idin ku bishaareeyo janna dadaalkiina iyo wanaaga aad wadaan waan la socona anagana ilaahay ha na xifdiyo مصعب بن عمير معاذ بن جبل مدرسة وحان أقومها النقايا مشايخ ذا هذا علماء ذا هذا أرضي ذا هذا هويوينكا ولا لها قبلها ولا لها دمان إلهي هاي ذن بركيو بذلك أو دان مشي نكسي وضع هذا مقالك وعير يا هيو نيرا وإكا لكن كل يوان نوين بانا هاي مركا الحمد لله فضلك إله اسكله أنا جمالي إن إلهي بابحي فضلك دعاء مشايخ ذا يعلم ذا يقول إن كان إلهي حنا وافديو من أن الله إلى ليو الله فضلك إله بسيء وحن قد عين نايل يهرؤسي صعته أو كغيب قاضته تربية أنت يو بريدة مدة مسلمين تا يو ولا لها يملو الب يتكتوين القرآن كاسي إلهي ويحفظي إلهي ومكنيه إلهي سبحانه وتعالى إن قطب ميت معلمين توحبرات دتك عالم الإسلام إن كيف قالته وأنا ميدا نقد عيدا أنا قد والدنا هاي هاي يا أبو رنتين وح كسر الدالي وهايو هاي ذا دعاء أنا يوم ما قام بس كاستا ننسى عبدان أو بس كشقيستا جناسي وحس هولها سكجراها لكن واحد عن تقبتي أيضا ير أو أفر سنة جرت مصعب بن عمير كاني كدالي انت سلسو اكيسي وهايو مركا هالكا نوحان اذا كاعد سنة يا انا ضد عيسان الهي سبحانه وتعالى انو هايو ذا نبريو معنى بدباديو او جنة الهي او بشاريو دمان اولاد دلال دلالتين وحان رجينينا ايغان وحفات ان بضانا كميدا انا نغضان كوي سلامك اي قراءاتك اي قرآنك اي دين تاس نبيغن عليه الصلاة والسلام ان كرد حالني aan ku faaneyno magaca aan Soomaaliyeena ku sheegano in Ilaahay ku kor u qaada quraanka ku dadaala Allah naga dhigo waad namaasantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد